النادي الاهلي اجرت المسحه الطبيه الثالثه النهارده الساعه 8:30. زي ما بقول لحضراتكم كل اللعيبه بتستعد. النادي الاهلي كان من اوائل الانديه اللي عملت مسحتها الاولانيه وطلعت سلبيه ونزل على طول ارض الملعب واتمرن. الجهاز الفني والجهاز الاداري وكل الناس النهارده كانت بتجري هذه المسحه استئنافا او املا في الاستمرار على نفس المنوال. الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس على صعيد الانديه. زي ما بقول لحضراتكم ما احناش عندنا حتى كمان الحالات المصابه ما عندناش حاجات تخض يعني. الحمد لله الحالات كلها مطمئنه وتتعافى والاعداد كمان بتقل. فايلر والمساعد بتاعه الاثنين كمان اجروا المسحه. توماس بنكل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني بعد ما وصلوا للقاهرة أول امبارح مع فايلر بعد انتهاء الأجازة اللي حصل عليها. والقصة بتاعت فايلر تحديدا يمكن الكلام كان فيها كتير جدا جدا، إنما خلاص الأجازة اللي حصل عليها فايلر كانت أجازة بتجديد بعقود بنجاح للنادي الأهلي في استمرار الراجل معاهم في مشروع. الأهلي أطلق على فايلر من البداية مشروع، وهو اللفظ اللي بتستخدمه الفرق الكبيرة أو والفرق الأوروبية تحديدا لما بتتكلم عن مشروع تربط نجاحاتها على الأقل بأربع سنين جايين يبقى ماشي فيهم بشكل كويس. فايلر ادى الانطباع الطيب ده من ال 18 مباراه او 17 مباراه اللي خاضهم في بطوله الدوري، بالاضافه كمان لدوري ابطال افريقيا. الاهلي افضل بكتير وفايلر افضل بكتير من الناحيه الفنيه في الدوري. في افريقيا خليني اقول لكم انه الاوضاع اقل شويتين كمان من المستوى الفني اللي الاهلي بيظهر عليه في الدوري المحلي. ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يتجاوز عقبه نفسيه مهمه اللي هي عقبه صن داونز، وقدر يوصل للسيمي فاينل مع الراجل ده مع فايلر. نجاحات الاهلي اللي جايه هيبقى ليها علاقه بقدرته على تقديم نفس الاداء اللي كان بيقدمه فايلر، بالروح اللي كنا بنشوفها في الفريق، بالقدره على انك لما تكسب ما تكسبش واحد وتستسهل، واحد واثنين وثلاثه واربعه وتكمل، وكمان القدرة على انك تقدر تعمل حاجة محترمة في افريقيا. وافريقيا ما بقتش سهلة، بطولة افريقيا ما بقتش سهلة، والمنافسين بتوعك مين؟ الوداد، والناحية التانية الزمالك والرجاء. فلا، في شغل فني لازم يتعمل في البطولة ديت من نادي الاهلي اذا كنا دلوقتي بنخصص دلوقتي وبنتكلم عن النادي الأهلي.